السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ لسه مكملين معاكم الحلقة رقم 26 من كورس تعلم كتابة المحتوى التسويقي How to be a copywriter and content creator. زي ما قلنا الحلقات اللي في الآخر دي هي حلقات أخف من اللي قدمناها في الأول. هي عبارة عن فيها زي الخلاصة بتاعة الشغل أو الخبرات اللي احنا كنا ممكن نتجنبها واحنا بنبدأ علشان ايه نبقى مستريحين في الشغل او نتجنب اخطاء الاخرين يعني. فانا يعني مجمع لكم نوتس كده او زي نصايح بسيطة لما نيجي نشتغل او تيجي تكتب علشان ايه نوصل لنتيجة احسن واسرع. مهم جدا انت ككوبي رايتر يعني لما تيجي تكتب خصوصا في الاول وانت لسه بتبتدي، ممكن تبتدي تكتب في مكان هادي بعيد عن التشتت، علشان المكان الهادي ده بيخليك ترتب افكارك وتخلي افكارك واضحة وما تتشتتش في كذا حاجة، سواء مثلا التليفون، اي حد بينده عليك، اصوات عالية. فمجرد انت حاول وانت خصوصا تبتدي المجال انت تبتدي تكتب في مكان هادي بعيد عن التشتت. وتاني حاجة ما تبدأش بالمقدمة. اما اتكلمنا في الجزء بتاع الهيدلاين وان انت نبدأ وان لازم الهيدلاين يكون كرييتيف او كده، ممكن خطوة ان هو لازم ان انا اجيب هيدلاين يشد الناس وهيدلاين قوي ومحصلش وكده، الخطوة دي بتعوق او بتبدأ او بتخلي ناس كتير قوي مش عارف يحط قلم في الورقة او مش عارف يكتب حرف واحد. فممكن انت وخصوصا في البداية اما بتيجي تكتب مش لازم تكون اول حاجه تكتبها في البوست بتاعك او المقال اللي انت تكتبه او اي حاجه انت هتكتبها، مش لازم تبدا بالمقدمه اللي هي لازم تكون تشد او كرييتيف جدا او كده. لا، ممكن تكتب عادي موضوع البوست البودي والسامري والكول تو اكشن وكل الكلام ده. بعد كده مجرد ما انت تنطلق في الكتابه تلاقي الأفكار جات لك واحدة واحدة وعرفت تطلع بكذا هيدلاين حلوين وتبدأ تختار منهم. لو انت ممكن برضو تالت حاجة لما تيجي وانت بتبدأ ككوبي رايتر، ممكن تبتدي في الأول لو انت مش واخد كتابة بشكل ديجيتال على اللابتوب أو على التليفون، ممكن تبدأ عادي جدا بالكتابة على ورقة وقلم. بعد كده يعني كتابة الورق لا بتدي حرية أكتر أو بتدي راحة أكتر في تعبر عن أفكارك أو كده. فعادي جدا إن احنا نبدأ كلنا بدأنا بالكتابة في ورقة وقلم، بعد كده مجرد ما تبتدي تاخد على الموضوع وأفكارك تبقى تخرج بشكل أسهل وأسرع إن انت تبتدي تكتب بشكل ديجيتال. فممكن خطوة الكتابة على ورق دي هتسهلك خروج أفكارك يعني بشكل أحسن. رابع حاجة تاخد بالك منها وهي الأخطاء الإملائية في كتابتك. هنعمل حلقة مفصلة عن الأخطاء الإملائية وإزاي تتجنبها، بس مهم جدا وأنت بتكتب تتجنب أو تراعي القاعدة الإملائية وأنت بتكتب، لأن ده بتعكس مدى احترافيتك ككاتب يعني. مهم جدا برضو حاجة بتعكس احترافيتك أو بتدي انطباع عنك وملهاش علاقة بالأخطاء الإملائية أو بالمحتوى نفسه، هي تقسيم البوست أو الأرتيكل لفقرات بحيث إن هي تكون مريحة للعين. لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده لو أنا كتبت البوست بشكل زحمة أو السطور لازقة في بعضها هتبقى مؤذية جدا للعين ومحدش هيقدر يكمل معاك قراية، أو على الأقل مش هتكسب أكبر عدد كامل من الجمهور إن هو يكمل معاك قراية. فأنا مجرد ما أخلي الكتابة مريحة للعين ده هيساعدني بشكل أحسن من الجمهور أو اللي بيقرا البوست ده يكمل معايا المحتوى اللي أنا كاتباه. مهم جدا مثلا ان انا لو بكتب حاجات مهمه، يعني مثلا بكتب مميزات حاجه معينه، ان انا احط زي بولتس او نقط او كده توضح ان انا كاتبه حاجات مهمه زي موجز او كده، بس طبعا اكون فعلا الحاجات دي مهمه مش حطاها عمال على بطال. مهم جدا لما اجي اكتب بوست تكون الحاجات دي قلناها، بس انا مجمعه النصايح دي ورا بعضها كده عشان ايه زي مراجعه عامه او حاجات ممكن حتى تشكل دي نعملها زي تشيك ليست كده عندنا ونكتبها في الدفتر بتاعنا، بحيث ان انت لما تيجي تكتب
المحتوى بتاعك تتأكد ان انت عامل كل الحاجات دي. مهم جدا ان دي ان كل فقرة في البوست بتاعك بتأدي للي بعدها علشان نحافظ على تسلسل الأفكار وترتيبها، وبحيث ان اللي يقرا معاك ما يكونش متلخبط او حاسس بلخبطه او حاسس ان هو مش فاهم اللي هو بيقرا ده. فمهم جدا ان كل فقره بتأدي للي بعدها. مهم برضو انت كشخص او ككوبي رايتر ماسك الصفحه وكده، تسأل الناس كل فتره عن المحتوى اللي هم بيحبوا يشوفوه، او مثلا تشوف تعمل اناليسيس كده لاكتر محتوى شد الناس او عمل ريتش او كده علشان تبدا تكرر. اكتب كل يوم زي اي مهاره، انت مجرد ما بتمارسها كل ما بتمارسها اكتر كل ما هيزيد كفاءتك فيها وتتفوق فيها بشكل احسن. النصيحه اللي بعد كده القرايه، القراية بقى بشكل سواء بشكل كتب articles بشكل ديجيتال، ممكن كمان يعني مش اللي أقصده مثلا مش لازم قراية كتب، لأ انت تعرض نفسك لأكبر كم من المحتوى، لأن المحتوى اللي انت بتتعرض له ده بيبقى في مخزون أفكارك أو بيبقى عندك، بتقدر بعد كده عندك input بعد كده تقدر تستخدمه لما تيجي تكتب محتوى. يعني انت بشكل واعي او بشكل غير واعي هتلاقي الحاجات اللي انت بتتعرض لها وبتقراها وبتعرفها دي بتفيدك بشكل او باخر في المحتوى اللي انت بتقدمه للناس، من ناحية اللغة، من ناحية الاسلوب، من ناحية المفردات، الافكار، كل اي حاجة بتتعرض لها تستخدمها في يوم من الايام حتى لو انت مش حاسس بده. حاول دايما، النصيحة اللي بعد كده، حاول دايما تنتج محتوى مميز خاص بكل براند، زي ما قلنا التون اوف فويس او الـ او ايه او البراند فويس او كده، يبقى المحتوى ده يعبر عن البراند دي. يعني حاول تبعد بشكل او باخر ان المحتوى اللي انت كاتبه ده يبقى باسلوبك الشخصي، لا حاول دايما تخلق لكل براند شخصية خاصة بيها واسلوب خاص بيها يميزها هي او يبقى مميز بيها. ولو حابين تعرفوا اكتر عن النقطه دي ممكن تسمعوا حلقات اللي هي التون اوف فويس او البراند فويس في الكورس معانا. برضو حاجه من الحاجات اللي ممكن تساعدك ككاتب وانت بتعمل سكرول في الفيسبوك، لو انت لقيت بوست شدك او حسيت ان هو ان انت عجبت فيه قلت البوست ده حلو قوي، حاول تحلل هو البوست ده اثر فيك ليه او حبيته ليه. الفكره مثلا الجديده، ترتيب الافكار، محتوى مميز، يعني حاول تشوف البوست ده عجبك ليه وممكن تطلع منه بأسلوب جديد أو فكرة جديدة انت فعلا تفيدك بعد كده في المحتوى اللي انت هتقدمه. النصيحة اللي بعد كده، احاول دايما لما تيجي تكتب في اكتر وقت من اليوم انت بتعرف تنتج فيه. يعني مثلا لو انت شخص بتشتغل اكتر او بيبقى تركيزك اكتر في الصبح، يبقى حاول تخلص الشغل الصعب الصبح. لو انت مثلا بتبقى مركز اكتر بالليل، حاول تخلص الشغل الصعب او المحتاج تفكير بالليل، ده هيساعدك. عشان انت لو عملت عكس كده هتحس ان الموضوع اصعب مما هو عليه، فده هتحس ان الموضوع تقيل ومش هتعرف تنتج فيه. حاول لما تيجي تكتب دايما ابعد عن الكلمات الصعبة او المش مفهومة. يعني مثلا احنا بنكتب ساعات باللغة العامية، فساعات كلمات باللغة العامية بنقولها عادي، لكن لو احنا مثلا كتبنا الكلمات دي بتبقى صعبة او شكلها مش مفهوم، فحاول دايما تلاقي كلمات مألوفة للعين ومش صعبة ومش غريبة. بس دايما حاول استخدم البوليتس في او النقط في البوستات علشان توضح افكارك. ودايما او زي ما قلناها برضو في ما قلنا نكتب وده في حلقات البوستات او كده في الكتابة، حاول دايما ان يكون البوست بتاعك ليه هدف واحد بس مش اكتر من هدف علشان ما تشتتش القارئ. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا قلنا زي ما احنا نستهدف مثلا الفاير بيرسونا معينين، مثلا احنا نستهدف لو احنا كورس بتقدم للمجال الطبي، كورس مثلا بنستهدف الامهات ال مثلا ايه، لو دكتورة حابة يعني ايه
هتاخد مثلا اجازه معينه وهي مش عاي... وع... وعايزه مثلا تستغل فتره الاجازه دي كتابه المحتوى الطبي او كده، ما ينفعش يبقى البوست الموجه مثلا للام دي هو نفس البوست اللي موجه لطالب في كليه طبيه عايز يلاقي فرصه شغل، فاهمين؟ فلازم يكون البوست بتاعي ليه هدف واحد علشان ما شتتش القارئ معايا. نحاول على قد ما نقدر ان نكون افكارنا كرييتيف، ما نكررش نفسنا عشان الجمهور ما يملش. نحاول نستخدم علامات الترقيم، وبرضه هنتكلم عنها بشكل مفصل في حلقة الاخطاء الانبائية وعلامات الترقيم وكده. اهم نصيحة بقى يعني انا خلاص خلصنا الكتابة والافكار وكل الكلام ده، بعد ما تخلص كتابة بقى سواء على ورقة او على او بشكل ديجيتال، ممكن تفصل خالص يعني تسيب المحتوى اللي انت كتبته ده، تقوم تعمل اي حاجة او تقفل اللاب بتاعك وتعمل اي حاجة، بعد كده ترجع تبص على المحتوى اللي انت كاتبه ده. هتبقى قدرتك ان انت تلقط الغلطات اللي انت عاملها بشكل احسن لما غير مثلا لو انت رجعت وانت ما حصلتش، انت هتلاقي مثلا اسلوب عايز تعدل، هتلاقي عندك غلطات املائية، هتلاقي حاجة انت عايز تصلحها وهكذا. فخطوة ان انت تقفل او تفصل عن المحتوى اللي انت كاتبه وترجع له تاني، دي هتساعدك جدا جدا ان انت تحسن من المحتوى اللي انت كاتبه. بس حلقة النهاردة كانت اعتقد ان هي بسيطة، هي نوتس خلاصة 3 سنين للشغل بتاعتي، حاجات انا وقعت فيها وكده، فمش حابة حد يكرر الاخطاء دي، والحاجات دي كانت ساعدتني في البداية فحابة تسهلها عليكم. بس لو حد عنده نصايح مثلا ممكن تساعدنا ككوبي رايتر، ممكن يشاركنا بيها في الكومنتات، ولو حد عنده اي سؤال او استفسار بخصوص اي حاجة من اللي شرحناها في الكورس ممكن يسيبها برضو وهرد عليكم. بس واستنوا باقي الحلقات الجاية ان شاء الله من الكورس. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.